السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ممدوح من محل 9 ميل للأسلحة. أولا النهاردة بنعرفكم على حتة من أفضل الحتت اللي موجودة في السوق. طبعا ما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة، عشان طبعا ده بيدعمنا ويخلينا نعرف نطلع شروحات أكتر بكتير ونشتغل لكم ونفيدكم إن شاء الله. تمام، دي حتة من ضمن الحتت المحترمة جدا اللي موجودة في شركة رتاي. حلو، اسمها رتاي BT23. حلو، ده بالظبط يبقى شكلها كده. حلو، هي حتة محترمة جدا من أوائل الحتت اللي طلعت بتكنولوجي اسمها تكنولوجي النانو تكنولوجي. ايه النانو تكنولوجي دي؟ التكنولوجي دي بتقولك ان المسدس ده ما بيلزقش في حاجة من جوه، ما بيحشرش خالص. حلو، وكان في فيديو معمول هيترفق في اخر الفيديو ده، فيديو عبارة عن 10 دقايق، كان معمول الاصدارات دي كلها اللي هو الرتاي BT23 وBT26 والرتاي 17 والرتاي G19C والرتاي XR. كان بيتجرب على واحدة منهم، كان بس هما كلهم نفس الصناعة ونفس الشكل، يعني نفس الصناعة ونفس التقفيلة ونفس كل حاجة، كان بيتجرب عليهم 1000 طلقة. طبعا ده تلاقي الفيديو ده مرفوق في الاخر. حلو، هو فيديو عبارة عن 10 دقايق. ايه بقى الحلو في المسدس ده؟ هو المسدس ده رقم واحد هو تركي، طبعا كله عارف الصناعة التركية في مسدسات الصوت وخصوصا صناعة الرتاي الجديدة. حلو، رقم واحد هو شبه مسدسات الداخلية اللي نزل جديدة بالظبط. يعني لو حد يعرف حد مع ظابط او حد شغال في الداخلية هيلاقي استلام اسلحة زي دي، الاسلحة بالظبط زي شبه دي كابي، الباريتا الجديدة بالظبط، مش البي اكس 4، ان مش شبه البي اكس 4، مش شبه البرتا الجديده. حلو، ده هو 9 مللي، الخزنه بتاعته 14 طلقه. حلو، دي الخزنه بتاعته، من الخزن المحترمه جدا وقويه جدا، كعبها قوي وعريض. هو لازم يكون متميز بالحته الحمراء دي، يعني انا مش عارف ليه بس هم مصممين عليها. حلو، في امان، ده الامان. حلو، وأمانه سهل جدا. أنشف حتة في المسدس هي حتة قفل الأجزاء، لو أنت إيديك مش ناشفة قوي هتلاقي ما بينزلش معاك، لحد ما تضغط عليه جامد ممكن تحس إن هو هيتكسر منك، بس ما تقلقش، لا هو قوي بالدرجة دي. حلو، عياره 9 مللي. حلو، مفيش منه 8، كله بينزل 9 طبعا عشان متوفر والكلام ده. طبعا طلقة 9 التركي. حلو، الطلقة دي من ضمن الطلقات المحترمة جدا واللي حاليا متوفرة في السوق. حلو، وهي تبقى بالمنظر ده لا اكتر ولا اقل في الطلقه الفاضيه. المسدس ده تركي. المسدس بقى ايه الحلو اللي فيه خليه يفرق عن اي مسدس تاني؟ حلو، هذا المسدس ده في حاجه كده، لو احنا مثلا شدينا اجزاء. حلو، المسدس ده بالمنظر ده كده من جوه. تمام، من هنا كده، من بيت النار من هنا كده، واخد طبقه اسمها طبقه نانو، نانو تكنولوجي. حلو، المسدس يعني ايه نانو تكنولوجي؟ ده زي بالظبط كده زي البلو، نفس البلو. البلو هي اللي قلدت الرتاي مش العكس، يعني اول ناس نفذته مش النانو تكنولوجي دي، هو ان هي رتاي كانت اول ناس نفذتها، ما بيلزقش. اضرب عليه الراجل، ضرب عليه 1000 طلقه ما نضفوش ولا مره. احنا في ال1000 طلقه في الفيديو اللي هيتعرض بعد الفيديو ده حرفيا المسدس شغال ما بيقولش لا. حلو، ما عندوش مشكله خالص، يشتغل 2000 و3000 طلقه المسدس ده. ما شفتش حد جه اشتكى منه قبل كده. حلو، الا من حاجه واحده بس وهقول لك عليها برضو. حلو، الا من المفتاح ده. الناس كتير قوي مش فاهمه ايه المفتاح ده. المفتاح ده لما انت بتفتحه، لما انت بتقفله، المسدس يسحب معاك اجزاء، ما يسحبش معاك اجزاء، بس لو بس ما يسحبش معاك اجزاء، بس لو في طلقه جوه. حلو، هيضربها. فالناس تقوم جايه ايه، عامله المفتاح وقفلاه. حلو، وجوه طلقه، يقوم جاي ضار، يقوم جاي اللي يحصل المفتاح ده يطير منه، فدي اللي تبوظه. غير كده محدش جالي قال لي لا الشاكوش بتاعه كسر، تمام، ولا الخزنه بتاعته مش عارف حصل فيها ايه،
ولا المفتاح رد الأجزاء باظ، ولا من الضرب عطل مني، مفيش الكلام ده خالص. الناس بتاخده بتضرب بيه، بتشتغل بيه زي ما بيقول الكتاب. حلو، زي ما قلت لكم هو ناشفة شويتين، احنا ممكن نقوم مسهلينها كده منزلينها، ده برضو ناشف. ايوه اهو كده تمام، وكده يبقى هو ده المسدس بالظبط. حلو، طيب ده تمنه بيكون عامل كام في السوق الايام دي؟ ده تمنه عامل من 2100 لحد 2400. حلو، انا بطلعه من عندي عليه ضمان 6 شهور. حلو، انا ضمنه يعني، انا بضمنه وانا شغال بيه. ودايما لما كنا مثلا عميل يقول لي طب اشتري بلو ولا اشتري رتاي، يقول له انت معاك رينج كام؟ يقول لي مثلا معايا 2200، اقول له خد رتاي. طب معاك اعلى شويه، اقول له خد بلو، لان هو يعني هو اقل من البلو سنه صغيره، عامل شبه ايه؟ شبه العربيات، شبه العربيه الفيرنا كده اللي هي جامده جدا وبتطير وكل حاجه، فاهمني؟ بس هي فيرنا، هي هيونداي. والتاني بيبقى عامل شبه العربيه لانسر كده، فهو شغال ما عندوش مشكله وما بيهلكش يعني. تمام، ده بالظبط كل حاجه فيه تمام، بينفع يترخص لحد علمي ما ينفعش يترخص. حلو، هتقول لي ليه ما ينفعش يترخص؟ هقول لك علشان هو مش واخد الميد ان بتاعته عليه. حلو، هو مكتوب لا الماركه، مكتوب العيار. حلو، هي هتبان دلوقتي تمام، بس لما نيجي نبص على صنع في ايه. حلو، وده السيريال بتاعه، السيريال بيكون بتاعه كده بالمنظر ده، ده هو ابيض قوي ولا هو اسود قوي؟ عشان الناس بس اللي بتقعد تضرب مسدسات وتنزلها مسدسات غريبه. حلو، يقول لك ده التركي الجديد، مفيش تركي جديد يا جماعه. بتاعي عايز تخش تبص عليها، تخش تبص على الانواع بتاعها على الموقع الشركه الرسمي. حلو، لا اكتر ولا اقل، هتلاقي في انواع مش عارفين ندخلها مصر لحد دلوقتي. شركة رتاي عندها موقع خاص بيها. حد قاعد يقول لك اصل في حاجات جديده وحاجات مش موجوده، لا يا باشا، كل حاجه موجوده على الموقع بتاع رتاي عليها. حلو، طيب يفضل يستخدم مع الطلق ايه؟ يفضل يستخدم مع الطلق ده. فحد يقول لي ليه ما نستخدمش الذهبي مثلا؟ اقول لك يا باشا ما تستخدمش الذهبي ليه؟ حلو، الذهبي النهارده غالي جدا تمام، الذهبي النهارده غالي جدا جدا، النهارده ممكن العلبه توصل لحد 700 جنيه. الطلق ده رخيص في الغالب، رخيص في الغالب، هو ارخص من ده، وفي نفس الوقت مش هيفرق مع نوع المسدس ده في الضرب، هو هيشتغل معاك على طول، مش هيقول لك لا، هيشتغل معاك، مش هيحشر لك المسدس، المسدس ما بيحشرش اصلا. حلو، وفي نفس الوقت هو رخيص، فكانك كده بالظبط جايب عربيه مرسيدس بتحط لها بنزين 80 او بتحط لها سلار، فانت شوف انت هتبقى فرحان قد ايه، لانها موفره معاك في البنزين جامد. حلو، ده الموضوع بكل بساطه. حلو، المسدس من المسدسات المحترمة جدا جدا جدا. حلو، المسدسات القوية جدا جدا جدا، اللي لما انت هتاخدها وتحطها معاك مش هتبقى زعلان انك جبت مسدس صوت. حلو، في ملاحظة أخيرة نتكلم عليها، ألا وهي المسدس، الناس تقول لي ده فبر بيتكسر، الداخلية الجديد اللي نازل فبر ما بيتكسرش. حلو، اللي فوق حديد واللي من تحت هنا فبر. حلو، وخفيف مش تقيل، ده ميزة مش عيب، لان كل ما مسدس يبقى تقيل كل ما يعوق الحركة اكتر. حلو، هي الحاجات دي بتعمل كابي من الحي يا جماعة، ما الناس مش بيخترعوا مسدسات، الناس دول بيعملوا حاجات كابي من الحي. طيب ده كويس، ده كويس. حلو، لان هو هنا فبر، ده فبر كل ده، وهنا ده حديد، الاجزاء بس هي اللي حديد، والماسوره طبعا حديد عشان ما يحصلش فيها اي حاجه، وبيت النار طبعا بتاعها حديد، هي مش حديد، هي خلطه لوحدها ملهاش علاقه. ده مفتاح فتح الاجزاء، يفضل من اي حد ان انت لما تشتري مسدس صوت ما تفتحش الاجزاء بتاعته، ان في الغالب اغلب الناس بتجي لنا يكون فتح الاجزاء، فاقول له يا باشا طب فين باقي المسدس من جوه؟ في حاجات تكون ضاعت منه، فيجي فيتعمل له صيانه فيدفع فلوس. طب ما تفتحش الاجزاء، انت لو عايز تنضفه هتنضفه ازاي؟ هتنضفه ببساطه خالص، ثانيه واحده، هتبخبخ زيت هنا في بيت النار، وهتبخبخ زيت هنا على بيت الابره من قدام، وعلى بيت الابره من ورا لو عرفت الطول، بس هو مش هيبان من عندك من هنا. حلو، وبس يا باشا.
لا اكتر ولا اقل. انما تفتح لي الاجزاء وتفكر نفسك بتشتغل، تفتح حي، ده مش حي، ده صوت. اه هو قريب للحي وشكل الحي والكلام ده كله، بس ده في الاول وفي الاخر مسدس صوت. ما تعاملوش معاملة الحي، وما فيش حد يقول لك تعالى بقى مفتحهولك عشان اقلبهولك بلي والكلام ده كله، ما تصدقوش. المسدس ده مستحيل يتفتح، المسدس ده هيتشرح من اوله لاخره في الماسوره. فانت عشان تفتحه هتضطر تغير الماسوره كلها، هتغير الماسوره كلها، الماسوره كلها ماسكه في الفريم ما بتغيرش. فانت لو غيرتها يبقى بوظ لك المسدس. الناس اللي بتجيلي، انا شفت واحد قبل كده جايب لي مسدس مقسوم نصين. الباشا عمل ايه؟ الباشا جايب عليه طلقه حيه وضربها. ف يا جماعه مش صح ان حد يقول لك تعالى ما اقلبهولك او تعالى او تصدقه، لان ده صوت معمول للصوت والتاني حي معمول للحي. ربنا يعني مش معقول حاجه معموله بتضرب صوت تضرب حي هتبقى بالسعر الزهيد ده. مسدس الحي بيعمل 30 و40 و50 لحد 100,000 جنيه واكتر كمان، انما مسدس الصوت هو صوت بتاع الصوت لا اكتر ولا اقل. محدش يشتغلك، بس دي حاجه مهمه قوي. تمام. طيب ملحوظه بس كده في الاخر، هتبتدي تعرض الفيديو للاصدارات اللي شبه دي حلو، وهو بيضرب عليها 1000 طلقه، هو الفيديو 10 دقائق وزياده كمان، يبقى احنا كده عملنا تلت ساعه. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يظهر لك كل جديد من عندنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Detay Arif'in yeni üretmiş olduğu Detay G17 9 mm kuru sıkı sekme bankasının tanıtımı yapacağız. Genel olarak bahsedecek olursak hızağı mekanizmayı sökmek için hızak sökme mandalını aşağıya doğru yavaşça indireceğiz. İndirdiğimizde aşağıda otomatik olarak kitlenecektir. Mekanizmayı geriye çekip ve çıkaracağız. Tekrar takacağımızda icraya yerinden çıktığında geniş olan tarafı mekanizmanın uç tarafına gelecek şekilde yerleştireceğiz. Takış da bu şekilde taktık. Tetiğe basmamız kızak mandalının yerine oturmasını sağlayacaktır. Tekrar gösteriyorum. Çok basit sökülüp takılabilen silahlardan birisidir. Emniyeti tetikledir. Düşme ya da belinize soktuğunuzda ateş almaması için tek bir amaçlı konulmuştur. Toplam 40 şarjı 560 tane mermiyi kesintisiz olarak atacağız. İçin silah soğutma ihtiyacı duyacaktır. Biz aralıksız attığımız için soğutma yapacağız.
kağıt para dersin. Soğutuyorum. Atışımıza kaldım. Yerine devam ediyorum. Aşırı ısındığında alttaki plastik sarkalıyor. O yüzden siz tabi bu kadar atamayacağınız için yüksekten ekip sıcaklığı kontrol ediyoruz. En sonunda böyle suya batırsanız küflenmen için güzelce temizleyip yağlayıp tekrar silahınızı toplayıp muhafaza edebilirsiniz.